عن رأيك الأول في المهرجان؟ يعني الجونة من أول ما بدأ إحنا بنعتبره يعني منصة مهمة لعرض أفلام عربية وعالمية مهمة، وكمان ملتقى للسينمائيين بشكل عام. يعني بحكي بعيدا عن هاي الدورة إنه مهرجان الجونة كمان متدخل ومتفاعل بالبرامج اللي بيعملها لدعم الأفلام بمراحل التطوير والإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، الندوات، الحوارات، كل هاي الأشياء بتصب مش فقط بالحصول على أفلام وعرضها، لا، بالمساهمة في تطوير السينما العربية، وهذا مهم. يعني أنا الموقف تبعي يعني واضح وأعلنت عنه عدة مرات في مناسبات مختلفة، سواء بالإعلام ولا بالسوشيال ميديا، ولا أنه أنا ضد إلغاء أو تأجيل أي مهرجان سينمائي عربي. أنا مع إبقاء المهرجانات في موعدها، مع تفاعل مع اللي بيصير في فلسطين ومع الحرب اللي عم بتصير على غزة، مع أخذ مواقف، يعني مع طرح القضية الفلسطينية عبر السينما في مجالات مختلفة وفترات مختلفة وأفلام مختلفة روائية وثائقية. وهذا اللي عمله المهرجان لما قرر أنه يعمل الدورة هاي الاستثنائية ويعمل هاي النافذة على السينما الفلسطينية. مهم جدا أنه الرواية الفلسطينية قبل هاي الحرب تكون موجودة. هذا كمان بتحدى الرواية الصهيونية اللي عم تعرضنا للعالم بشكل مختلف. احنا قضيتنا لم تبدأ يوم 7 أكتوبر، هم بلشوا يروجوا انه احنا إرهابيين واحنا داعش او كل الفلسطينيين حماس او لا 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 لا, لا. هذا من قبل 48 ومن قبل 75 سنة وأكثر. إحنا تحت الاحتلال وهم بيعملوا فينا المجازر على جميع أنواعها. السينما بتقدر تورجي هاي الأشياء، السينما بتقدر تجاوب على الرواية المزيفة اللي بيعملها الاحتلال وبيعرضها للعالم. عشان هيك هذه النافذة مهمة. أولا في تأثير من نوع آخر، يعني في تأثير كإنسان أو في تأثير كمواطن من غزة، في تأثير أنه أنا عندي عائلة كبرى في غزة بأماكن مختلفة، في تأثير آخر برضو كإنسان من كل هاي الصور الصعبة والمؤلمة اللي عم نشوفها طول الوقت. يعني هذا مهم جدا، وهذا عم يشحننا كمان أنه إحنا نشوف شو بنقدر نعمل أو كيف بنقدر نساهم، كيف نكون متدخلين مش فقط مشاهدين. لأنه أنا ما بقدر أتضامن مع غزة وأنا غزة، صعب. فعم بعمل فيلم روائي طويل بنهي بهاي الأيام، فيلم مصور قبل الحرب، الآن بانتهاء فيلم سينمائي اسمه أحلام عابرة، بعد شهرين بكون جاهز. عم بحضر وبصور الفيلم وثائقي الآن مستوحى من اللي عم بيصير في غزة اليوم، مش يعني إشي يكرر أو ينافس المشاهد اللي عم نشوفها طول الوقت، لا، إشي بيروح شوي أبعد، إشي يبقى بعد الحرب، إشي يوثق هاي الذاكرة، خصوصا التعامل مع الألم اللي بيعيشوه الأحياء. الشهداء استشهدوا والموت عم بيوجع الأحياء. أنا أسست صندوق كمان لدعم السينما والسينمائيين بغزة، لأنه بحب أنه يحكوا حكاياتهم الناس اللي عاشت التفاصيل هم، بس نساعدهم من خلال ورشات عمل، من خلال تدريب، من خلال دعم مالي،
انه يقدروا يعملوا مشاريع سينمائيه على مستوى راقي، على مستوى فني عالي اللي تقدر توصل للعالم. يعني نحكي إشي انك تفتح نوافذ، انك تبني جسور، انك تأهل هدول السينمائيين، لانه انا شخص بهمني الحكايه وبهمني السينما وبهمني الصوره الفلسطينيه اذا كانت راقيه فنيا كمان بتوصل ابعد عالميا. فيعني بحاول اساهم بهاي الاشياء غير المساهمات الاخرى اللي ما بنحكيش عنها اعلاميا. شكرا.